انطلقت الأحد فعاليات مهرجان التراث المصري الأول من شارع المعز لدين الله، والذي ينظمه متحف النسيج المصري بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وبرعاية وزارة الآثار. استقبل المهرجان حرفيين لمختلف الحرف التراثية، وتم عرض ديوراما القاهرة التاريخية، وقدمت عروض فنية لضيف شرف المهرجان النوبة لما لتلك البقعة الأصيلة من أرض مصر من تراث شعبي أصيل. المفروض ان احنا نفتخر بتراثنا، ان ده اصلنا، احنا لينا تراث. يعني امريكا بقالها 200 سنه بتفتخر بتراثها، اي بلد لسه جديده بتفتخر بتراثها، احنا لينا تراث عريق ما نفتخرش بيه. انا مشارك بحته تراث نوبي باسمها نور الاندندنه. وبحضرتك نور الاندندنه باللغه النوبيه يعني ربنا معانا. هي فيها شكل من التراث النوبي. انا دخلت اللغه النوبيه مع الزخارف النوبيه في اللوحه دي. أنا اشتركت في مهرجان التراث المصري بصياغة حلي، هي عبارة عن فضة ونحاس، وبرضو بنعمل نقش على النحاس وريبوسي ونقش أطباق أو يعني أشكال مختلفة. ممكن يبقى شكل فانوس بس اللي معانا أطباق دلوقتي الموجود. أنا بشارك النهاردة في المهرجان الأول للتراث، يعني ده أول دورة لي إن شاء الله يتكرر، يعني بحرفة تراثية اللي هي الإزاز المعشق. هي ابتدت تطلع تاني للنور عن طريق الشباب وعن طريق الناس، وفي جمعيات أهلية كتير بيحاولوا يعملوا دورات تدريبية للشباب إن هم يتدربوا على الحرف التراثية. مشكورين فعلا على المهرجان النهاردة اللي هو بيعرف الناس بالصناعات دي. هي صناعة من الصناعات اليدوية، يعني بنحيي التراث وبنحاول اللي احنا نعرف الناس اكتر بصناعة الصدف. انا اساسا مدرسة تعليم فني قسم نسيج، والحرفة دي نوع من انواع النسيج اللي هو الكليم اليدوي، ودون كان بدأ برضو يعني جاله فطور شوية، بس الأيام دي الحمد لله بدأ في طفرة كويسة في الكليم. وهو الكليم طبعا يعتبر من الحرف التراثية، وهو يعني تعتبر فيه فن كبير. دي حضرتك حرفة رفي السجاد أو ترميم السجاد القديم أو ترميم السجاد العجمي. الحرفة دي ابتدت تنقرض بقالها مثلا بتحاول 10 سنين ما فيش حد بيتعلم، فاحنا بنحاول ان احنا نحيي التراث تاني بتاع تصليح السجاد أو ترميم السجاد العجمي. ودي تاني اللي مشاركة ليا في المهرجان بعد بصمة المماليك. اوكي حضرتك. ومنها برضو ايه، بنسوق المنتجات اليدوية اللي هي السجاد والكليم المصري والكليم العجمي والسجاد المصري. بشارك في المعرض في صنعة النحاس اليدوي والنقش اليدوي والتكفيت بالفضة على النحاس. بنطلع منتج مشابه تقريبا للشغل اللي في المتحف إن شاء الله. حضرتك شايف إن حرفة الحفرة على النحاس دي خلاص بدأت تندثر، ما بقتش موجودة في مصر زي الأول؟ هي تقريبا شبه منقرضة، لأن حتى النحاس اللي موجود في الأسواق الآن هو عبارة عن شغل مكن وزنجوغراف معمول بمواد كيماوية.
منتجات النوبة عبارة عن أطباق وخرز وكل المشغولات النوبية اللي بيتم تصنيعها في النوبة. بدأنا نعرضها نوت، وأنا فخورة جدا إن أنا مشتركة في المعرض. أنا أصلا طالبة لسه في الجامعة وفخورة إن أنا اشتركت معاك. أنا بقوم بدور يعني صغير كده في الحكاية دي، الحفاظ على الموسيقى النوبية. إن أنا عملت حفلات كتير بره في أمريكا وألمانيا، وعملت دويتو مع 10 مطرب في إيطاليا اسمه بينو دانييل، اللي عملنا ميكس نوبي مع إيطالي، وكان معانا مطربة أمريكية.